معانا تقرير ونرجع بعد التقرير مع ضيوفنا الكرام. واحد من أهم نجوم القلعة الحمراء وأبرز من شغلوا مركز الظهير الأيسر في تاريخ المارد الأحمر ومنتخب مصر، وقبل كل ذلك هو أحد خريجي مدرسة الأخلاق والمبادئ بالنادي الأهلي. إنه الظهير الأيسر الطائر ربيع ياسين. وبيمشي جامدة، هو جول ربيع ياسين، بيجيب الجول الثاني للنادي الأهلي. ولد ربيع ياسين في 7 سبتمبر 1960 في محافظة بني سويف، ويفخر بأنه كان اللاعب الوحيد الذي انضم من مركز شباب مباشرة للنادي الأهلي في ظل المستوى الرائع الذي كشف عنه خلال مباراة ودية بين المارد الأحمر ومنتخب بني سويف عام 1980 بمناسبة العيد القومي للمحافظة، ليقرر مسؤولو القلعة الحمراء بعدها ضمه لصفوف النادي. عكسية وممكن جول، ممكن جول، ممكن جول. ربيع ياسين، ربيع ياسين، ربيع ياسين. يعتبر ربيع ياسين واحدا من الجيل الذهبي للأهلي، والذي ضم نجوما لا تنسى مثل محمود الخطيب ومصطفى عبده ومختار مختار وإكرامي وغيرهم. وتميز ياسين بالنزعة الهجومية والتسديدات القوية من خارج منطقة الجزاء. لعب ربيع ياسين بقميص النادي الأهلي 12 موسما خاض خلالها أكثر من 300 مباراة على الصعيدين المحلي والإفريقي، وحصد الكثير من البطولات أهمها الفوز بلقب الدوري الممتاز 7 مرات ولقب كأس مصر 5 مرات والفوز بكأس الأندية الإفريقية أبطال الكأس 3 مرات متتالية أعوام 1984، 1985، 1986. وادي مجدي وتعدى مجدي، ربيع ياسين جوه جول، جوه جول، ربيع طاير من فرح، ربيع ياسين 23 سنة، ربيع ياسين. كان لقب كأس مصر عام 1992 آخر ألقاب ربيع ياسين بقميص المارد الأحمر، حيث قرر الاعتزال بعد قرار الاستغناء عنه برفقة طاهر أبو زيد ومحمود صالح وعلاء ميهوب. ومثلما عانق المجد في النادي الأهلي، كتب ربيع ياسين سطورا من التاريخ اللامع مع منتخب مصر، فحصل مع الفراعنة على بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1986 والميدالية الذهبية لدورة الألعاب الإفريقية عام 1987، كما ساهم في التأهل لنهائيات كأس العالم 1990 في إيطاليا. وبشكل عام شارك ربيع ياسين في 118 مباراة مع منتخب مصر بعد أن فرض نفسه لأكثر من 10 سنوات كظهير أيسر للمنتخب بلا منافس. جول. 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 ربيع ياسين. برافو ربيع. جول. 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 لسه بقول لكم إن ربيع ياسين من اللعيبة اللي تركوا بصمات الحقيقة في مركز الباك الشمال في الجيل بتاعه ربيع ياسين. وبعد الاعتزال اتجه ربيع ياسين لعالم التدريب، حيث قاد منتخب مصر تحت 21 عام للفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب التي أقيمت في الجزائر عام 2013، ويشغل حاليا منصب المدير الفني لمنتخب الشباب المصري مواليد 2001.